شاركت في مسابقة في العدو الريفي للجري السريع بمناسبة مهرجان السلام والتسامح لمغاربة العالم في نسخته الثانية 2024 زايدة بنادي أطلس زايدة للرياضة بشراكة مع جمعية الصداقة للجالية المغربية والتبادل الثقافي والسياحي. احتلت الرتبة الأولى. صراحة أنا فرحانة بالتتويج ديالي بهذه المرتبة. كنشكر الأب ديالي اللي جا معايا وساندني طيلات المطاف وبقى مشجعني. كنشكر الصديقات ديالي إكرام فدوى كاع البنات اللي جاو معايا، وكنشكر المنظمين ديال التظاهرة هذه. أنا هذا السباق أنا داخل غير في البريباراسيون السباقات الجايين، والحمد لله احتلت فيها الرتبه الاولى، وهذا شرف ليا وشرف الاقليم ميدلت وتنتم اللي منظمين هذا السباق هذا. لا شاركت في بزاف ديال السباقات، حاصل على الدوزيام بلاس في ديمي الانترناسيونال الرباط، وشاركت في عده تظاهرات والحمد لله مراتب مشرفه. لا صراحه لا مازال كنبغي نوجه لكم نقول لهم انهم يديروا بحال هاد السباقات هادو، حيت انهم كيحفزوا الدراري والبنات باش انهم يتريني ويجتهدوا، وهادو هذا كيعطيهم غير تحفيز باش انهم يبريباريو مزيان. وهذه انا راه مبادره زوينه باش انك دير سباق، بعلم ان في مدينه ميدلت وهاد النواحي قليل السباقات اللي كيداروا، وهاد المبادره اللي درتو صراحه مزيانه. اول راه الاب ديالي هو صراحه اللي مساعدني ووقف معايا ماديا ومعنويا، والاخ ديالي ومشجعيني، وحتى المدرب ديالي اللي كان كيتريني معايا في مكناس حسن الغشوي، وكاع الدراري كاملين، وشكرا.